حالة شيحة. حالة شيحة كتبت بوست بتقول انها بتشكر دعم نقابه السينمائيين، وكانت قبلها قالت ان هي مستعده ان هي ترجع مره تانية للتمثيل، وان هي قالت كمان ان هي ضيعت 4 سنين من حياتي كانوا من اصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظه، مع كل لحظه تعب والم تعلمت كتير، ومتشكره لكل الدعم من زمايلي وجمهوري. وهنا بيفضل لنا السؤال، حالة شيحة عايزة ترجع تمثل حقيقي، أكيد أنا أقول كانت فنانة متميزة وجميلة وأتمنى جدا إن هي ترجع تمثل، لكن لو جيت سألتك السؤال، هل أنت متعاطفة مع حالة شيحة؟ جدا. أوكي. أنا متعاطفة جدا مع حالة ومتفهمة جدا الظروف النفسية اللي بتمر بيها، ممكن هي مؤكد هي تركيبة شخصية عندها من الحساسية اللي بيخلي كل إنسان فينا بيبقى عنده لخبطة في فترة من حياته، تطول يبقى فيها فاصل كويس وبعدين نرجع تاني الفاصل طويل يبقى فيه لخبطة. ده وارد جدا للناس اللي بيبقى عندهم حساسية وبيبقى عندهم طيبة بيبقى عندهم نقاء، فما بيبقاش الدنيا فيها حكمة. عشان كده هي قالت إنها بتعتذر عن كل الكلام اللي بدر منها في وقت حرج من حياتها، يعني هي عارفة إن هي مرت بوقت حرج جدا أكتر من مرة. هي واضح إنها انفعالية لأن دي بتكشف عن طيبة، لكن أنا أعتقد إن التالتة هتبقى تابتة وإن هي أكيد اتعلمت الدرس، لأن مرة واتنين في الدرس بيجي، فأكيد في المرة الثالثة هي اتعلمت كويس جدا، وأكيد هي راجعة للشيء اللي هي بتحبه وإنها كانت بتتنازل عنه لأن كان في عواطف كان في قناعات عندها، لكن القناعات دي واضح إن هي في رحلة النضج وفي رحلة الخذلان وفي حاجات كتيرة جدا بتتلاشى، وبيفضل الحاجة الأهم بالنسبة لها اللي هو التمثيل، اللي هو الشيء الطبيعي اللي المفروض ليها. هي أخرت نفسها بنفسها، هي كان ممكن تبقى نجمة كبيرة دلوقتي، يعني هي تراجعت. حديت كل رأيك بصراحة، يعني انت دي تفاصيل اللي ممكن نقول على أسبوع. انا هبتدي في الرأي زي سؤال، وانا ابتديت الاول بسهير علشان الموضوع ما يبقاش يبان انه شخصي يعني او في اي نوع من الشخصنة في الموضوع. حقيقة الامر حالة شيحة غلطت مرتين، تعترض وتقول بعد ما الجمهور بيصدق ويحب هو بيحبها اصلا، انها تقول لك لا مش لعبة، فن ده حرام وكأنه حرام، لا مش لعبة، اصل انا الفن ده الله هو اهم شيء وانا سأتبع قلبي وأستفتي قلبي، وكأن كل من يعمل، هي نقلت الإحساس لكل من يعمل في هذا المجال وكل الناس اللي بيحبوها إن في حاجة غلط. حالة أنا بعتقد بغض النظر عن إن أنت موهوبة، كل الناس عارفين إنها موهوبة، كل الناس عارفين إن أنت بنت ناس، كل الناس عارفين إن أنت حد ملتزم حد طيب، ولكن الجمهور والفنانين محتاجين ان هم يثقوا فيكي، وعلشان حد يثق في حد لازم يديني الامبريشن ان هو قوي، ان هو يقدر يواجه، ان هو واخد قرار. مشكلتك حاليا هو ان كل الناس المحيطين بيكي على قد ما هم بيحبوكي على قد ما هم حاسين ان انت لسه ما وصلتيش لدرجه القوه انك لما ترجعي تبقي راجعه عن اقتناع. يا صديقتي العزيزه، كل واحد فينا ممكن يعدي بوقت صعب، ممكن ياخد قرارات غلط، لكن اللي انت عملتيه في حياتك هو مجموعة قرارات من أولها وكل الناس اللي حواليك بيقولوا انت غلط، ما تضيعيش نفسك، انت عندك الموهبة، انت ما بتعمليش حاجة غلط، ده انت تقدري تعملي كل اللي انت عايز تعمليه بشكل ملتزم، لانك عمرك ما قدمتي شكل مش ملتزم. الفكرة في ان عشان ترجعي تكسبي الثقة اللي انت بتسعي ليها والناس فعلا تحس ان انت قوية، لازم تبقي انت حاسة انك حابة نفسك الاول وحابة اللي بتعمليه ومقتنعة باللي انت بتعمليه، لان انت من غير الثلاث حاجات دول كل الناس اللي حواليك ممكن يكلموا في حتة وانت برضه هترجعي تكلمي في حتة. انا
هبقى مقتنعة ان حالة رجعت لما حالة تنقلي ان هي مقتنعة باللي هي بتعمله، ان هي مقتنعة ان هي قوية، ان هي مقتنعة ان هي ممكن تعدي في الدنيا دي لوحدها، لان الدنيا ما بتفضلش على حد، لان انا اقدر انجح، لان انا حالة شيحة. ده وجه.